ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر إعلامية محلية بمدينة بن حمد بأن منزل البرلماني المقتول عبد اللطيف ميرداس بذات المدينة تعرض للسرقة من طرف مجهولين. وأضافت المصادر ذاتها بأن منزل ميرداس المتواجد بحي النور تعرض أيضا إلى اقتلاع قطع الرخام، وهي من النوع الرفيع والتي كانت تزين واجهته الأمامية. وأوضحت ذات المصادر بأن حارس المنزل غادر عمله فور مقتل مشغله المقتول، مشيرة إلى أن اللصوص قد يكونوا تسلقوا جدار المنزل واقتحموا فنائه واستولوا على المسروق. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.